بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي مع حل لاختبار الفصل الثاني. اخترت لكم هذا الموضوع، سأضع لكم الرابط تحميله تحت الفيديو، وموضوع خاص بسنة ثالثة متوسط، اختبار الفصل الثاني مادة الرياضيات. يوجد به 4 تمارين ووضعية إيماجية. سنقوم في هذا الجزء الأول بحل 3 تمارين من هذا الاختبار. التمرين الأول، عندنا عبارة أولى M تساوي ناقص 5 على 4 قسمة 3 على 2 زائد 7 على 3 ناقص 1 على 6. نقوم بحساب M، قالولنا احسب M مع إبراز خطوات الحل. إذن M تساوي ناقص 5 على 4 قسمة 3 على 2 زائد 7 على 3 ناقص 1 على 6. إذن فيها سلسلة عمليات، نقوم بعملية القسمة هي في الأول، أولوية العمليات القسمة. إذن نكتب M تساوي ناقص 5 على 4 القسمة ترجع ضرب، نضرب في مقلوب الكسر، 3 على 2 تصبح 2 على 3، ثم نواصل 7 على 3 ناقص 1 على 6. إذا نقوم بالحساب، عندنا عملية ضرب أوجد كسرين، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. البسط في البسط ناقص 5 في 2 تعطينا ناقص 10، 4 في 3 12، زائد 7 على 3 ناقص 1 على 6. إذن نقوم بالحساب، عندنا 3 كسور كل من مقاماتها مختلفة، المقام المشترك هو 12. إذن نقوم بتوحيد المقامات، هنا نضرب في 4 لكي تصبح 12 بسطا ومقام، هنا نضرب في 2 بسطا ومقام. إذن كيف تصبح؟ تصبح كل المقامات 12، إذن يمكننا توحيد خط الكسر، المقام المشترك هو 12. نكتب ناقص 10 زائد 7 في 4 تعطينا 28 ناقص 1 في 2 تعطينا 2. إذن نقوم بالجمع، 28 ناقص 10 تعطينا 18 ناقص 2 تعطينا 16. إذن تصبح 16 على 12. نقوم بتكبير خط الكسر حتى نختزل. إذن نقوم بقسمة على 4 في البسط والمقام، يصبح لنا كم؟ تصبح لنا أن تساوي 16 قسمة 4 تعطينا في البسط 4، 12 قسمة 4 تعطينا 3. إذن M تساوي 4 على 3. ثانيا اكتب العبارة F كتابة علمية. اكتب العبارة F كتابة علمية. الكتابة العلمية هي أن نكتب العدد برقم واحد قبل الفاصل في 10 قوة N أو 10 أس N. إذن نكتب F، F ماذا تساوي؟ تساوي 0. عندنا 3 أصفار، أول ثاني ثالث، ثم 205 و4 ضرب 10 أس 4 الكل أس 3. إذن هذه وحدها عندها قاعدة، 10 أس N الكل أس M، قلنا نضرب الأسين. إذن نكتبها مرة أخرى، تساوي، ونكتب هنا كتابة علمية يعني برقم واحد قبل الفاصل، عندنا 1 2 3 4. إذن نزيح الفاصلة ب4 مراتب نحو اليمين. إذن نضرب 2.45 4 مراتب، يعنيها 10 أس 4، نزيحها نحو اليمين معناها أس ناقص 4 حتى ترجع لمكانها، ثم ضرب
هنا 10 أس 4 الكل أس 3، نضرب الأسين تصبح 10 أس 4 في 3 يعنيها 10 أس 12. إذن وتساوي 2.45 في 10. إذن عندنا ضرب للأسس، نجمع بين الأسين، الأسين مختلفان في الإشارة، إذن نطرح مسافتهما إلى الصفر هو إشارة من إشارة الأكبر بينهما. إذن 12 ناقص 4 تعطينا 8. إذن F تساوي 2.45 في 10 أس 8، معناها كتابة علمية. ننتقل إلى الدرس الثاني، إلى التمرين الثاني عفوا. التمرين الثاني عندنا عبارة فيها أقواس، قالوا لنا انشر ثم بسط العبارة أه، انشر ثم بسط العبارة أه. نقوم بالنشر والتبسيط. العبارة أه هي مكتوبة بهذا الشكل، 4x بين قوسين 2x ناقص 3 ناقص قوس 5x أس 2 ناقص 10 زائد نفتح قوس 8 ناقص 7x. إذن هنا نقوم بالنشر، 4x نقوم بنشرها، معناه نضرب في هذا ثم نضرب في هذا. إذن أ تساوي 4x في 2x تعطينا 8x أس 2، 4x في ناقص 3 تعطينا ناقص 12 x. هنا نقوم بإدخال الإشارة إلى الأقواس، إذن تغير كل الإشارة، عندنا ناقص 5 x أس 2، ناقص 5 x أس 2، عندنا ناقص في الناقص تولينا زائد 10، ثم هنا تصبح نتحدث في الأقواس بدون تغيير أي شيء، زائد 8 ناقص 7 x. نقوم بالتبسيط، معناها جمع الحدود المتشابهة، هذه x أس 2 وهذه فيها x أس 2، 8 x أس 2 ناقص 5 x أس 2 تصبح 3 x أس 2، ثم الحدين هذو متشابهين 12 x وناقص 7 x، لديهما نفس الإشارة نجمع بينهما ناقص 19 x. ثم الحدود المتشابهة هنا 10 و 8 نجمع بينهما زائد 18 زائد 18. إذن هنا قمنا بالنشر وتبسيط العبارة أ. ثم قالوا لنا أحسب أ من أجل X تساوي 3 على 4. ما معناها حساب أ من أجل X تساوي 3 على 4؟ معناه نقوم بتعويض القيمة 3 على 4 في مكان x. إذن هنا هل نقوم بتعويض في العبارة الأولى أو من العبارة المبسطة؟ الأسهل نقوم بالتعويض في العبارة المبسطة، إذا أردنا أن نتأكد نعوض في العبارة الأولى، إذا أردنا أن نتأكد نعوض في العبارة الأولى، ممكن يكون عندنا خطأ في العبارة الثانية، أي العبارة اللي بسطناها، يعني عدد نعوض مباشرة في العبارة المبسطة، نعود ونكتبها من جديد. F تساوي 3x أس 2 ناقص 19 x زائد 18. إذن نقوم بتعويض، بننصب x نضع 3 على 4، إذن 3 افتح قوس 3 على 4 أس 2، معناه x أس 2 ناقص 19 في 3 على 4، ما أيضا يوجد x من لا يوجد x زائد 18. هنا عندنا قاعدة A على B الكل أس 2 تعطينها A أس 2 على B أس 2، إذن تصبح 3 في 3 أس 2 تعطينا 9، 4 أس 2 تعطينا 16 ناقص 19 في 3، 19 في 3 تعطينا 7.5 على 4 زائد 18.
لنقوم بالتبسيط، 3 × 9 تعطينا 27/16، 57/4، إذا نقوم بضرب 57/4، هنا 228، 18/16، قم بالحساب، 27 ناقص 228 تعطينا 201، تعطينا 201 ناقص 201 زائد 288 تعطينا 87/16، إذن F تساوي 87/16 من أجل X تساوي 3/4.